طيب النهارده كمان الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اعلن من خلال موقعه الرسمي قائمه الحكام الدوليين لعام 2023، وشهدت قائمه الحكام الدوليين بالنسبه للتحكيم المصري عدد من الاضافات بالنسبه للحكام الجدد في تقنيه الفيديو الفي ار. قدامكم على الشاشه يمكن دي القائمه الدوليه اللي الحكام اللي هيمثلوا التحكيم المصري قاريا ودوليا عام 2023. طبعا في قائمه حكام الساحه لم يحدث اي تعديل، عندنا ما يقرب من حوالي 9 حكام 7 حكام و2 حكمات، عندنا محمد عادل، محمود ناجي، ابراهيم نور الدين، محمود البنا، احمد الغندور، محمد معروف، وامين عمر، بالاضافه الى حكمتين شهند المغربي ونورة سمير. ما حصلش اي تعديل. نفس الامر حتى كمان في الحكام المساعدين، عندنا 11 حكم مساعد، 9 حكام مساعدين و2 حكمات مساعدات في هذه البطوله، طبعا ابرزهم محمود ابو الرجال اللي كان موجود في كاس العالم فيفا قطر 2022. طب نروح لقائمه الفيديو ماتش اوفيشال اللي هو الحكام الفيديو اللي هم الرسميين المعتمدين في تقنيه الفي ار، محمود ابو الرجال وطارق مجدي ومحمود عاشور، بالاضافه الى الثلاثي الجدد عمرو الشناوي وحسام عزب حجاج ووائل فرحان. ده التعديل اللي تم على قائمه الحكام الدوليين في تقنيه الفار، ودي القائمه الرسميه، دي الاوفيشال القائمه الرسميه بالنسبه لتقنيه الفيديو الفي ار خلال عام 2023. كره الصالات الكره الشاطئيه لم يحدث اي تعديل، طبعا الاتحاد المصري كان بعت اسماء، الفيفا لم يعتمد بعض الاسماء وحذفها واضاف اسماء تانية. في موضوع محمود عاشور انا قلت كتير وشرحت قبل كده ايه اللي حصل ومين اتدخل عشان يحط محمود عاشور في القائمه الدوليه، وقلت وقتها الموضوع جه ازاي وحصل ازاي، لكن الميزه المره دي ان الاتحاد المصري لما بعت 7 أسماء أو 6 أسماء يمكن دخل 3 جداد، بنتكلم في وائل فرحان وحسام عزب حجاج وعمر الشناوي، كل التوفيق لهم يا رب يمثلوا التحكيم المصري افضل تمثيل خلال عام 2023. بالمناسبه واحنا كده بنتصفح وبنشوف القائمه الدوليه للحكام الدوليين، في 3 أسماء خرجوا من التحكيم خلال الفتره اللي جايه، مهدي عبيد الحكم الدولي الجزائري خرج من قائمه حكام الجزائر، وفيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي اعلن اعتزاله وخرج من قائمه الحكام في جنوب افريقيا، بالاضافه الى الحكم الزامبي جاني سيكازوي اعلن اعتزاله وخرج ايضا من قائمه الحكام، وبالتالي لن نجد الثلاثي في المباريات الافريقيه خلال عام 2023، لا في مباريات دوري ابطال افريقيا ولا في مباريات المنتخبات ولا في مباريات الانديه. مهدي عبيد، فيكتور جوميز، وجاني سيكازو. كان في كلام على مملكه سيما موجود في قائمه اثيوبيا، ما تشالش لسه موجود في القائمه، بكاري جسامه لسه موجود في القائمه، فدول مكملين معانا شويه يعني حوالي سنه سنتين لغايه لما نشوف بقى ايه الجديد وايه الحكام الجدد اللي داخلين معانا في القائمه الدوليه. نفس الامر في الجزائر، مصطفى غربال مكمل، رضوان جيد مكمل، رضوان جيد موجود في قائمه الفي ار وموجود كمان في قائمه الحكام الساحه في القائمه المغربيه.